Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد ودرس حقيقة رائع جدا لا ينتبه له الكثير من طلاب اللغة الإنجليزية. الجميع يريد أن يتحدث اللغة الإنجليزية ولا يعرف البعض أن أهم شيء في تحدث اللغة الإنجليزية هو أن يكون لديك مخزون جيد من الأسئلة الإنجليزية. يقوم البعض بحفظ بعض الأسئلة وليس الكثير طبعا. هذه الأسئلة لا يعرف البعض إذا كان لديك 10 أسئلة. لو افترضنا أنك حفظت 10 أسئلة، هل تعرف أنك تستطيع أن تغير 10 الأسئلة هذه إلى 30، 40، 50 سؤال بطريقة بسيطة جدا؟ والمهم أنك تحفظ صيغة ترتيب السؤال. ركز على نقطة كلامي أو على النقطة الرئيسية في كلامي. أنت تريد أن تتحدث اللغة الإنجليزية، فجميعنا نعرف أن اللغة الإنجليزية ما هي إلا عبارة عن سؤال وجواب، فتسأل أحدهم فيجيبك، فيسألك فتجيبه. فإن كان لديك مخزون جيد من اللغة من الأسئلة الإنجليزية، فبالتالي لن يعني تشعر بالعجز، لأن الكثير من الناس عندما يريدوا أن يسألوا أحدهم سؤال ولا يعرف كيف يكون هذا السؤال تجدهم يعني يحجمون أو يتوقفون عن التحدث. لا أريد أن أضيع الوقت، ركزوا معي على الفكرة التي أريد أن أوصلها لكم اليوم. أنت تشاهد أمامك سؤال where أين do you أنت study تدرس every day. السؤال هذا يعني أين أنت تدرس كل يوم. نعيد مرة أخرى، where do you study every day؟ أين أنت تدرس كل يوم؟ لن يعني نفترض أنك حفظت هذا السؤال، ولو كررته مع نفسك أغمض عيني close your eyes وكرره where do you study every day؟ where do you study؟ where do you study؟ حتى يعني تتقنه وتفهم أن هذا السؤال هو للسؤال أين أنت تدرس. لو أردنا أن نغير هذا السؤال ونجعله بدل أين أنت تدرس، متى أنت تدرس؟ متى يعني متى تدرس؟ فسنغير الوير إلى وين، ويبقى السؤال كما هو when do you study، ويصبح متى أنت تدرس. لو أردنا أن نغير هذا السؤال ونقول ماذا تدرس، أنت تدرس أنا أعرف، لكن ماذا تدرس، فسنغير الوين إلى what، ويبقى الوضع على ما هو عليه what do you study every day. إذا أردت أن تغير السؤال وتجعله لماذا أنت تدرس، يعني أريد أن أعرف السبب لماذا، فستغير الواي الوات إلى why، وتصبح why do you study every day. لو ركزتم أن تغيير كلمة واحدة غيرت السؤال وبالتالي ستتغير الإجابة. يعني عندما أنا أسألك where do you study، فستجيب I study، I أنا study أدرس at، وتذكر المكان الذي تدرس فيه، معهد أو جامعة أو كذا. when do you study، متى أنت تدرس، I study أنا أدرس مثلا on Monday، يوم الاثنين. ممكن أسألك على الوقت، الساعة كم، what time، يعني الساعة كم، what time، وأكمل السؤال what time do you study every day، فأجيبك I study at 4 o'clock، I study أنا أدرس at 4 o'clock. قد أسألك what do you study، طيب ماذا تدرس، I study أنا أدرس English language، French language، I study math أدرس الرياضيات. Why إذا كان السؤال why do you study every day، لماذا تدرس كل يوم. I study because I need English، لأنني أحتاج اللغة الإنجليزية. I study مثلا French language because I like it، لأنني أحبها. وعلى هذا الحال what time do you study، كما قلنا I study at 4 o'clock. طبعا نستطيع أن نغير أكثر وأكثر، ولكن لو حاولنا أيضا أن نغير السؤال
عن طريق الزمن. يعني السؤال هذا يعني where do you study every day، من الدو ومن every day، واضح أن السؤال في الزمن اليومي، يعني أنت في العادة أين تدرس في العادة يعني كل يوم. لكن لو أردت أن أجعل هذا السؤال أين أنت درست البارحة قبل أسبوع، يعني باختصار نحوله إلى الماضي، فسنحول الدو إلى ماذا؟ إلى الدد، فتصبح مثلا وير ولا وين ولا وات، نفس أي واحد منهم. يتغير الزمن where did you study، ولكن لن تكون every day، ستكون مثلا yesterday أو last night البارحة أو last week قبل أسبوع. ركز معي حبة حبة، افهم النقطة التي أريد أن أوصلك إياها. أنت حفظت السؤال، أي سؤال، هذا فقط نموذج where do you study every day، هذا نموذج، بينما هناك أسئلة كثيرة في اللغة الإنجليزية، what do you like، what time do you play football، هذه أسئلة كثيرة. إذا حفظت هذا السؤال أريد أن أوضح لك أنك تستطيع أن تغير هذا السؤال عن طريق تغيير أكثر من كلمة. يعني هنا تستطيع أن تغير where أين، when متى، what ماذا، why لماذا، what time الساعة كم، بتدرس أو بتذهب أو بتأكل أو بتشرب. ثم تستطيع أن تغير الزمن عن طريق تغيير الدو إلى الدد، وقد تجعلها في المستقبل. يعني السؤال يتحول أين سوف تدرس غدا، سنغير أمس وإفريدي إلى غدا، فسنغير فقط هذه الكلمة إلى will. يعني باختصار المتحكم بزمن السؤال هي هذه الكلمة التي تأتي بعد what where when مباشرة. فإن كان do فهو بيسألك على العادات اليومية، وإن كان did فهو بيسألك على الماضي، أمس، قبل أسبوع، قبل شهر، قبل سنة، وإن كان will فهو يسألك على future، على المستقبل. فلذلك قد تقول، ركز معي عيل حتى نرتب أفكارك ما تتخربط. نأخذ where do you study، أين تدرس كل يوم، where did you study، أين درست يسترذي البارحة، where will you study tomorrow، أين سوف تدرس غدا. إذن هذا السؤال لليومي، وهذا السؤال للماضي، وهذا السؤال للمستقبل. وأنت هنا إذا أردت أن تجعل السؤال في المضارع المستمر فعليك أن تكتب where are you، ولكنك ستضطر أن تضيف للفعل أي فعل، ستضطر أن تضيف له ing، فتصبح where are you studying، ممكن تضع now مثلا، أين أنت تدرس الآن. ركز معي، الذي يقول لا أنا شوية الأمور بدأت عندي، ركز معي حبة حبة، أنت حفظت السؤال، ما هو هذا السؤال؟ where do you study، أين أنت تدرس. أردت أن تغير هذا السؤال إلى زمن آخر فتريد أن تحوله، أين درست، where did you، أين سوف تدرس، where will you، أين أنت تدرس الآن، where are you studying now. أردت أن تغير هذا السؤال وتقول متى تدرس، أو متى درست، when did you study، what did you study، why did you study، لماذا درست، what time did you study، الساعة كم درست. أيضا why do you، لماذا تدرس كل يوم، why did you، لماذا درست، why will you، لماذا سوف تدرس، why are you studying، لماذا تدرس الآن، what time are you studying، الساعة كم أنت تدرس الآن. الآن غيرنا الكلمة الأولى في السؤال، ثم الزمن الجملة. تستطيع أيضا أن تحول سؤالك كامل إذا ما غيرت اليو، لأن هذه الأسئلة وهذا السؤال هو موجه فقط للشخص أو الأشخاص الذين أمامك، فتستطيع أن تغيرها where مثلا did they، أين هم درسوا، where did we، أين نحن ندرس، where will he، أين هو سوف يدرس، where will she، أين هي سوف تدرس. وعلى هذا الحال حتى تستطيع أن تكتب where will Ali study. إذن تستطيع أن تغير العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث. أيضا تستطيع أن تغير الفعل، فتستطيع أن تقول where do you study، where do you play، أين تلعب، where do you work، أين تعمل.
Where do you play? أين تلعب? Where do you sleep? أين تنام? Where do you live? أين تعيش? لكن فقط إذا كان هناك are ستضيف لهذه الأفعال كلها ing. الذي يقول ابعد عن الصبورة، ها هي الصبورة أمامك. كل ما أريدك أن تفهم من هذا السؤال، من هذا الدرس بكل بساطة، أن كل سؤال أنت حفظته في اللغة الإنجليزية، فلنفترض أن عليك 15، تستطيع أن تغير هذه 10 أسئلة إلى 50 سؤال، 60 سؤال، عن طريق تغيير الكلمات، الزمن، الفاعل، الفعل. أتمنى أن يكون الدرس فادكم، أتمنى أنكم تطبقوا هذا الموضوع على سؤال آخر. يعني أنت شيلك من هذا السؤال وضع سؤال آخر، وحاول أن تغير الكلمات الأولى والزمن والفاعل والفعل، ستجد أن هذا هو ما أنت تبحث عنه، وهذا ما أنت تحتاجه حتى تطور مستواك في اللغة الإنجليزية. أتمنى أن يكون الفيديو فادكم، شارك الفيديو مع غيرك، لا تنسى الاشتراك، ورابط القناة الجديدة في الوصف أسفل الشاشة. Good luck، حظا موفقا، and see you soon. أراكم على خير، مع السلامة.